السلام عليكم عمي مختار، ان شاء الله تكون بخير. ان شاء الله ان شاء الله نطلب ربي سبحانه يشفيك. ان شاء الله عمي مختار، انا صاحب السياره اكسنت نيو. عمي مختار، بعد ما خبرتني بالمضخة البنزين، فنزعت المضخة فوجدت واحد جوان يجي هنا، جوان اسود، جو اسود صبته مقطع، فغيرت الفلتر تاع ليسونس بالكامل بالكامل، وبيه بالجو اللي جي هنا. فالحمد لله فانتهى المشكل، فصارت السياره تعمل بشكل جيد وتسرع في الطريق. ونطلب من ربي سبحانه يجازيك ويبارك لك ويشفيك ان شاء الله، ويعطيك صحتك ويرحم والديك على المعلومات المفيدة التي تقدمها من اجل الأمة الإسلامية والعربية. يرحم والديك عمي مختار، بارك الله فيك، وان شاء الله ربي يعطيك الخير ان شاء الله. بارك الله فيك عمي مختار، السلام عليكم، يعطيك الصحة.